يتولى الكاتب العام القيام بالمهام والاختصاصات التالية: ضبط محاضر الاجتماعات والمحافظة على الوثائق والمستندات، تدبير وتسيير الشؤون الإدارية لأنشطة الجمعية، إعداد برنامج العمل السنوي وميزانية الجمعية وتنفيذهما بعد المصادقة في المكتب المسير علينا، إعداد التقرير الأدبي والمساهمة في إنجاز التقرير المالي ليساعد الكاتب العام في إنجاز مهامه نائبه ويتولى مهامه في حالة غيابه وتعذره حضوره. إذن هنا إلى شفتوا نكملوا الفصل الثامن ديال الفصل 11 ديال أمين المال. لأن علاش؟ تندير حنا كنكتب لي كنسطر واحد البرنامج كل كيسهر التنفيذ ديالو كيسهر على الكاتب العام. الكاتب العام هو اللي كيسهر على هذا البرنامج. طبعا الموارد المالية اللي تكلفة هذا البرنامج شكون اللي كيعطيها؟ أمين المال. فاللحظة اللي كيجي مثلا أمين المال كيعطينا التقرير الأدبي المالي ديالو كيكون مرتبط مع الكاتب العام. الكاتب العام كيقول مثلا ضمنا مقيم بالتاريخ ونقول شركة بحال هكا الأطفال اللي كان جاي على التقرير المالي كنقولوا بالغ التكلفة ديال المقيم الصيفي قد وقد فهمنا كاين واحد التكامل هادشي ما كايناش حنا بغينا نفكروا هنا يكون أمين المال الكاتب العام أو هو أمين المال النواب والكاتب العام والنواب ديالو يكونوا ديال واحد الخلية هما اللي يسهروا على التنفيذ ديال البرامج طبعا يكون حسب الاجتماع كنناقشوا هادشي هذا هما اللي كيصرفوا هذا الشيء اللي كنقولوا تماطو بأمين المال الفصل 11 يساعد وراك انت ما يساعد الامين المال في تقرير هذا الفيديو كذا واحد اعداد برنامج العمل السنوي وميزانيه الجمعيه علاش لانه كيتقاطع فيها مع الامين المال لانه ماشي حنا كنكتب يعني حنا واحد الورقه ارضيه النقاش مثلا كنقولوا حنا عندنا برنامج كذا عندنا كذا غير يقدموا لنا الكاتب العام حنا كنناقشوا كنوسعوا كيقترح هو مثلا عنده المقيم وعنده كذا كذا وبعض المقترحات الاراء ولكن هو كيبني المقترحات ديالو انطلاق من الميزانيه كيدير واحد الميزانيه توقعيه فهمنا كيفاش معنا اللي كيتقاسم فيها مع امين المال حلقه في الوصل والرئيس المكتب انا كنقول حركه الوصل هو المكتب المكتب الرئاسه ديالي ضروري لا قلت الرئيس يترأس الاجتماعات وهي اصلا ديالو ديالو جوج ديالو اذا شنو كتقترحوا؟ يعني هذا الكرسي دابا كامل هذه راه مهمه ديالها كامل مهمه ديال الكرسي كامل كيتسقط عرضيات جوج عرضيات مع الاستاذ والرئيس كيكون مشرف عليهم الرئيس كيكون مشرف عليهم الفاتورات كتكون المسائل ديالها النشاط والنشاط مع المصاعب ديالها ولكن خصو يجي يشري هذيك الفاتوره ما نعرفش كاضافه لهذا المقال الاستاذ العبادي هو ان هذيك الانشطه اللي كتكون برمجه وكيقدمها الكاتب العام في التقرير الادبي ديالو كتكون بالموازاه مع المصاريف اللي صرفتها الامين الامين امين المال امين المال وبالتالي ما يمكنش الامين المال يصرف واحد على واحد النشاط وما مذكورش في التقرير الادبي باش ما يكونش واحد التناقض او هذا الكرو سي جوستيفي يعني سي جوستيفي اذا ديك لاسيفيكاسيون كتكون مذكوره في التقرير الادبي عند الكاتب العام انا قلت هنا التقرير اعداد التقرير الادبي والمساهمه في انجاز التقرير الادبي والمساهمه كيمشي متوازن مع بعضياتهم كيمشي عند امين المال الادبي كيكون متوازن كيمشي عند امين المال اعداد التقرير المالي والمساهمه مع الكاتب العام كاين واحد التكامل فيما بينهم ولا كتجيب شي صفه اخرى نقولوا ما كاين حتى مشكل ها كراوا لا 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 لا
صافا هادشي هنا عندك دابا راه هذا هو اي حد يعرف يكون ماشي موجود.